هذا هو قصر الملك فيصل ملك السعودية الراحل، وداخل أسوار هذا القصر توجد جامعة. شيل إيكو ماراثون هو سباق تجتمع فيه جامعات العالم بطلابها حتى تطور السيارة الأكثر فعالية في استخدامها للوقود. إبراهيم هو طالب هنا في جامعة الفيصل بالرياض، هو قائد الفريق الذي صمم السيارة السعودية التي شاركت في هذا السباق. ما الذي يجعل هذه السيارة إبراهيم يعني فعالة في تعاملها مع الوقود؟ السيارة اللي صممناها كانت من مميزاتها أول شيء أنها خفيفة جدا، فهذا كان يقلل استهلاك الوقود. الماكينة صار فيها تعديلات كثير، قدرنا الحمد لله نوصل إلى رقم ممتاز بالنسبة لنا، حطمنا أرقام القياسية السابقة. ما هو ذلك الرقم القياسي الذي حققتموه فيما يتعلق بفعالية هذه السيارة في تعاملها مع الوقود؟ الرقم القياسي للجامعة قبل كذا كان 150 كيلو، احنا قدرنا الحمد لله نوصل هذه السنة إلى 350 كيلو بلتر بنزين واحد، فهذا كان إنجاز يعني الحمد لله ممتاز بالنسبة لنا. هل يمكن أن تشرح لي بالتفصيل ما الذي أدخلتموه ميكانيكياً على هذه السيارة حتى تجعلونها فعالة في التعامل مع الوقود؟ احنا اضطرينا ان نرفع الكمبريشن ريشيو حق الماكينة بحيث ان احنا نغير الضغط اللي قاعد يصير جوه السلندر، قاعدين نزيد كمية الهواء ونقلل كمية الوقود عشان تصير السيارة قاعدة تستعمل هواء اكثر ما هي قاعدة تستعمل بنزين، فهذا قاعد يخفف عليك استهلاك الوقود وقاعد يعطيك سيارة اقتصادية جدا. ما هي الجوانب الميكانيكية الاخرى التي تفخرون بها والتي توجد في السيارة؟ اللي استخدمنا جنزير ومسننات زي اللي موجودة في السياكل، هذه الافشنسي حقتها تقريبا 90%، فانت ما عندك قوه كثيره، انت قاعد تخسرها في انك قاعد يعني ما في اشياء كثيره قاعد تخسرها وانت قاعد توصل قوه الماكينه الى الكفر، فانت قاعد تستفيد من كل البنزين اللي قاعد ينصرف. سيارة سباق أخرى طورت هنا في جامعة الفيصل، الطالب مشاري العمر من كلية الهندسة هو أحد الطلاب الذين شاركوا في تطوير هذه السيارة. بما تتميز هذه السيارة كسيارة سباق مشاري؟ طبعاً بإذن الله احنا ابتدأنا مرحلة إنتاج السيارة بالتصميم زي ما أنتم شايفين هنا، هذا أبرز التصاميم، عدة مراحل للسيارة. طبعاً نبدأ أول شيء بتصميم السسبنشن الهيكل الداخلي، ثم ننتقل إلى الشاسي وهي مرحلة رئيسية تعتبر أيضاً شاقة وصعبة وهامة. بعد ذلك اتينا لتصميم البودي او الهيكل الخارجي لدى سيارتي. طبعا خلال هذه المراحل كنا ايضا نشتغل على انتاج هذه التصاميم التي ترونها حاليا. فيما يخص السسبنشن كنا قد انهيناها الحمد لله، وكنا قد مؤخرا ايضا انهينا الشاسي مثل ما ترون هنا لدينا مجموعه صور فيما يخص الشاسي السياره. طبعا المعقد في الامر وصعب في الامر انه ايضا لازم تنتبه للتفاصيل، لانه خلال عمليه التصنيع قد تتعرقل تلك العمليه بسبب إشكالية بسيطة أو مواصفة بسيطة لم تناسب حد هذه القطعة، فذلك مما أيضا قد يمد ويطول في عملية الإنتاج فيما يخص السيارة. وطبعا اللي تتميز في هذه البطولة أنها أيضا معروفة كبطولة مرموقة وعالمية اللي هي بطولة الفورميلا ستودنت، وهي أيضا تقام في بريطانيا. طبعا تتميز بمشاركة أكثر من 80 فريق من أبرز دول العالم في مجال صناعة السيارات كألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ونحن بإذن الله بنشارك بكوننا أول فريق سعودي يشارك في هذه البطولة المرموقة. شركة بوين تعمل أيضاً على تطوير سيارات تعمل بالطاقة الشمسية. أرام منور هي طالبة تعمل في إحدى هذه المشروعات. أرام، هل من الصعوبة بمكان تطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية؟ فنحن كان عندنا 3 فرق، فريق الكهرباء كانوا مسؤولين عن إنتاج تخزين وتحويل الطاقة من كهرباء إلى حركية، بعدين فريق البرمجيات كان عليهم نقل البيانات من الوحدات المختلفة في السيارة وعرضها أمام في وجهة السائق، وأخيراً فريق الميكانيكية كان عليهم صنع سيارة ذات جودة
ووزن خفيف وطبعا مهتمة في الأمان. فيعني إن شاء الله نستطيع أن ننافس في فورمولا سون جراند بري في أوستن تكساس هذا الصيف. سيارات موفرة للوقود وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية وثالثة سريعة يتم تصميمها بسهولة، كلها محاولات لتشجيع الطلاب على الدخول مبكرا في عالم تصميم وتصنيع التقنيات الحديثة.